حاجة نزار هاشم ده إنسان مثبط لدعاة التوحيد، وقال للناس أنك إذا أردت أن تنصح في التوحيد فلا بد أن تكون عالما أو طالب علم مزكى من عالم. ولذلك النصيحة وظيفة عظيمة، وظيفة علمية لا يقوم بها كل واحد، لا يقوم بها إلا الراسخ من المسلمين الذي تعلم وأخذ العلم عن مصادره بارك الله فيكم وناله بطريقه الشرعي، ثم إذا ترعرع فيه ورسخ وأجازه علماؤه ومدرسوه ومشايخه ولمسوا فيه النباهة والقدرة على البيان والنصيحة أجازوه وقال لهم انطلق على بركة الله، علم ما تعلمت، وليس الأمر بالفوضى. سعد من الرياض، تفضل يا سعد. ينصح وأن يبلغ دين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا في الأمة اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا المبارك، أنا إنسان عامي ولكنني أحب أحضر يعني دروس العلماء الكبار، الله يغفر لنا ولكم ولهم. وما الأحداث الراهنة صرت أنقل كلام العلماء في الجماعات وفي خطر التحزب، فأنكر علي يعني بعض الناس وبعض الزملاء، هل كلامهم صحيح ولا فعلي صحيح بارك الله فيكم؟ شكرا. لا فعلك صحيح جزاك الله خير، وإذا رأيت من يتحزب أو من يتقسم يقسمون الناس إلى أحزاب وإلى طوائف وإلى فهذا منكر، وأنت تنكره بقدر استطاعتك ومعرفتك، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك. نعم. يعني لو لقيت منبر دار تقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا تبقى أنت عالم، عالم تكون حافظ القرآن وحافظ السنة أو كثير من السنة، وتكون عالم باللغة العربية وعالم بالناسخ والمنسوخ، وتكون عالم بالحلال والحرام كله إلى آخر شروط، زي ما قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، قد لا تتوفر في هذا العصر، أو هذا معنى كلامه، أنها قد لا تتوفر، وهذا في رده على إبراهيم الرحيلي الحزبي الذي سماه بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال، عرفته؟ فده زول يطعن في أكابر العلماء السلفيين الذين زكاهم العلماء الكبار، عرفته؟ وبعد ده يخالف هذا المنهج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، عرفت آية واحدة، حديث واحد صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت فهمه على فهم السلف الصالح من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فتنصح بهذا الحديث وبهذا الدليل، ولا تحتاج إلى أن تتعلم معه غيره حتى تنصح، وإنما يجب عليك أن تتعلم هذه المسألة التي تدعو الناس إليها، باب واحد في التوحيد، باب واحد في السنة، باب واحد في الاتباع، تقف قدام الناس تبينه، فده بثبتك، يقول لك عشان تتكلم في التوحيد وتتكلم في بيان الحق للناس لابد يكون عندك تزكيات، تزكيات عرفته، ولابد إما أن تكون عالم أو طالب علم مزكى، عرفته؟ طيب نحن في السودان العلماء وينهم؟ وينهم العلماء؟ أنت عالم يا نزار هاشم؟ أنت عالم؟ أنت عالم؟ وأنا العلماء في السودان؟ أكلمك النصيحة، إما تلقاهم أخوان مسلمين ولا حزبيين زي أنصار السنة، فهمته؟ ولا تلقاهم صوفية، عرفت قبورية؟ تلقاهم علماء وإما بتاعين ضلال، لكن ما بتلقى لك عالم سلفي نجيط في البلد دي ماف، ولا أنت ذاتك ما عالم يا نزار هاشم، هل أنت عالم؟ أنت عالم يا نزار هاشم؟ عرفته؟ عشان تجي تقول كلامك ده؟ فيبقى الزول ده بيأصل تأصيل باطل مخالف لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالف لنهج العلماء الذين يدعو يزعم أنه من تلاميذهم، وإنت تلمذ على هؤلاء العلماء، لكن طريقة وكلام نزار هاشم وهذا المنهج يخالف منهجه. وأنا كلمني أخونا مجتبى كلام ده في عطبرة ولا العبيدية، واحد من أتباع نزار هاشم باش أتكلم في التوحيد، نصيحة تمام ما فيها مشكلة، وبين الحق للناس
بعد ما انتهى من النصيحة عنده صاحبه تاني قال لي انت ما سمعت الشيخ قال شنو؟ لابد تكون يا عالم يا طالب علم مزكيك عالم. قال استغفر الله. نحن عارفين طبعا هو ما بيستغفر الله من التوحيد، لكن لأنه تقدم في ظنه وفي ما يلبس ويشبع عليه وهو لم يزكيه عالم. شوف وصل الناس لوين. ده زول بيّن التوحيد، ها داك جا صبته، بدل ما يقول لي يا اخ ربنا يوفقك وامشي اتعلم فهمت واسمع اشرطة العلماء ولا تتكلم فيما لا تعلم، ولكن ما تعلم من ابواب التوحيد بلغه للناس وربنا حيرفعك ويشجعه كما يفعل العلماء الناصحين من علمائنا حفظهم الله كالشيخ عبيد الجابري، شيخ ربيع، والشيخ الفوزان، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ سليمان الروحي، والشيخ محمد ابن هادي، وغير من العلماء ممن لم أذكر، ها؟ ونفع الله بدعوتهم وبكلامهم. بدل ما ينصح بالكلام ده يجي ثبط الناس، ثبط الناس، وهذه ليست عليها طريقة العلماء. كلامك ما عليه طريقة العلماء يا نزار هاشم.